يا رب دايما تكونوا بخير يا رب. النهارده هنقدم وجبه من وجبات العيد، سواء عيد صغير او عيد كبير او اول يوم رمضان. المهم ان احنا معانا الوجبه ديت، ما بتتقطعش من على سفرتنا، بتبقى موجوده. احنا هنعمل النهارده رقاق باللحمه. معايا هنا ربع لحمه، ومعايا بصلايه كبيره مقطعاها، ومعايا ملح وفلفل، ومعايا رشه بهارات 7، ومعايا نص معلقه قرفه او اقل من نص معلقه كمان بتاعه الشاي، ومعايا حبهان باودر برضو على حسب الرغبه بقى، ومعايا سكر. انا حاطه الزيت والسمنه على النار، بسيحهم شويه كده وهنزل بيهم بالبصله بتاعتي ديت. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. انا حاطه هنا شويه زيت صغيرين، ومعلقه سمنه مش كبيره برضو من اللي هي بتاعه الاكل كده، حطاها هنا في النار لحد ما سيحت كده. هاخد البصله بتاعتي بقى كده وانزل بيها. بسم الله، انا مقطعه بصله كبيره مقطعه صغيره كده، سيبها بس تتبل شويه كده، تاخد تتبيله صغيره. بعد كده اول ما تبدأ كده اروح منزله باللحمه بتاعتي. انا هنا والبصله بتاعتي بتتبل، هنزل بس بالبهارات ما عدا الملح وما عدا الفلفل. هنزل بالبهارات 7 كده، بهارات 7 والحبهان والقرفه بس كده، عشان تدي ريحه بس للبصل كده وهو بيتبل كده. شوية وهنزل باللحمة بتاعتي. بصوا كده بقى، ريحة فظيعة بتاعت البهارات مع البصل. انا كده سبتها تتبل، هنزل باللحمة بتاعتي. بصوا كده تتبل معايا ازاي، ونسيبها برضه تتبل كويس. انا ما بحمرش البصله، انا بتبلها بس، وكل ده كده على نار عاليه، ما بوطيش النار. بصوا هي بتستوي كده، هنزل معلقه سكر، لان السكر دوت بيطيبها وبيدي في نفس الوقت طعم مسكر كده للحمه. بعد كده بقى هنزل البهارات بتاعتي، هنزل بالماء بالملح والفلفل الاسمر. انا كده اللحمه بتاعتي استوت خلاص اهي، اخدها بقى ويلا نشتغل بيها. بصوا انا معايا هنا الشوربه اللي هسقي بيها رقاق، ومعايا كوبايه لبن هحطها على الشوربه ديت، ومعايا زبده او سمنه حسب الموجود عندي، ودي صينيه على قد الرقاق هشتغل فيها، ودهناها سمنه كده زي ما انتم شايفين. تمام، انا هفضي دلوقتي كوبايه اللبن دي كده. اللبن ده يا جماعه هو اللي بيطري الرقاق كده، وبيخليه مورق من جوه كده وبيطريه من جوه. والزبده دي احنا هندهن بين كل رقه ورقه، هندهن الزبده دي. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. بصوا الرقاق ده انا شاريه من بره، انا شاريه نص، النص بيعمل حوالي 7 وحدات او 6 وحدات على حسب ما انت بتجيبيه. انا عامه هحط 3 رقات وهحط 3 من فوق، يعني 3 من تحت و3 من فوق على الرقاق دوت، نفس العدد اللي انت بتحطيه من تحت بتحطيه من فوق. ما ينفعش تبقي حاطه تحت كتير ومن فوق قليل، او من فوق كتير ومن تحت قليل، لا، لازم يكون العدد من تحت ومن فوق زي بعض بالظبط. الرقاق ده انا اشتريته عشان اعمل بيه معاكم. بصوا بقى كده، مش عايزاه يبقى من ايه، بحاول بس ان انا اطريه شويه اهو، شايفين ازاي ده انا دهناها. ولازم الصينيه تكون على قد اللي هو المفروض بره، انا مش بستخدمه الا في حالات نادره، لو هعمل مثلا في صينيه زي دي كده. نعمل واحده كمان، بس قبل ما نعمل واحده كمان كده زي ما انتوا شايفين الرقة التانية، نعمل اللي بعدها بقى بالسمنة او الزبدة. لازم اكون ده بالسمنة هعمل رقة.
ولازم اكون ده بالسمنة. هعمل رق هسيبها بس شوية كده. تلات رقات اهو. بعد كده هنزل باللحمة بتاعتي. انتي زي ما تحبي، عايزة ربع عايزة نص، انتي على حسب ما تحبي الرقة بتاعتك عاملة ازاي من جوه. دي عشان لما اقفل الرقاق بتاعتي ما تبقاش في حاجه جايه عليه، عشان تقفل في مستوى واحد ومن الرقاق من تحت ما يطلعش اللحمه بتاعته. انا كده حشيت الحشوه بتاعتي اهو، انا سبت الاطراف ما فيها حاجه خالص. هعمل بقى الرقه الثانيه، هحط برده ثلاث رقات من دول. حطيت رقه اهي كده بعتي كده خمسه نفس النظام. الصينيه دي انا جايباها من عند والدتي عشان هي بتعمل فيها خالص وما بتاخدش اي حاجه. هتعمليها شويه وبعد كده زي ما انتوا تبقوا عايزين. طبعا على الشوربه. بعد كده انا عندي وش لبن في التلاجة، اللبن لما بغليه بيعمل طبقه. انا الرقاق هنا بيضطر الرقاق ماشي، انا مش بحط بيض خالص، انا وش اللبن بكتفي بيه. انا صيحه هحطه كده معاكم. بصوا كده هي كده جهزت معايا خلاص، وش لبن انا حطيته مش هحط بيض. هدخلها بقى الفرن على حرارة 180 في الرف الوسطاني. هسيبها يا مش هتاخد 10 دقايق من تحت، وهديها وش من فوق على طول، وهرجع اوريكم بقت شكلها عاملة ازاي. طيب كده عندي تلاقي وش ذهبي بس. على فكرة هي كده مش محروقة والله، ده بس الحمار بتاع الفرن المستهد بتاعها اهي، برضو واخدة نفس الوش من تحت كده، الوش الذهبي ده. هقطعها معاكم ونشوف عاملة ازاي. بتقطيع اللي اقطعها هتقطعي شكل سمكتيه تقطع. بس عايزة اوريكم الصينية، بس مفيهاش حاجة ازاي، مفيش حاجة لازقة مطرح ما شيلت. هوريكم هنا اهو، ايه رأيكم بقى كده؟ ايه رأيكم بقى؟ شايفين؟ عايزة اوريكم بس كده. بصوا بصوا الورقة بتاعته، شايفين عاملة ازاي؟ بصوا من تحت شايفين اللون؟ بصوا كده شايفين الورقة؟ يا رب يكون عجبكم. الطريقه سهله وبسيطه جدا، ما فيهوش حاجه والله، بسرعه 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 كده، وما بياخدش حاجه في النار. المهم ان الفرن بتاعنا يكون على نار عاليه بس، ويكون سخن قبل ما ندخله في النار، ونحطه على الشبكه الوسطانيه زي ما قلنا مع بعض. ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك، وما تنسوش الشير، وما تعملوش ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان يوصل مني كل جديد. يا رب يكون بالنال عجبكم. ما ننساش نفعل الجرس يا جماعه عشان يوصل مننا كل جديد، وما ننساش ندعم اينيرن قناتنا الاساسيه، وما تنسوش تدعموني انا شخصيا. يا رب تكون النهارده وجبتنا عجبتكم، وكل يوم ان شاء الله هنعمل وجبات جديده من بتاعه العيد. يا رب تكون عجبتكم، ما تنسوش يا جماعه لايك وشير عشان يوصل مني كل جديد. استودعكم الله.